لكن البعض يا فارس كان شايف ان التشكيل قبل المباراة ممكن يكون مطمئن. هنا محتاجين نقف وقف. يعني مفيش مشكلة ان انت تقيم تشكيل او ان انت تشوف تشكيل للنادي الاهلي، وتحديدا بنتكلم عن كابتن حسني عبد ربه، لاعب من اللاعبين التاريخيين لمنتخب مصر، ولاعب في الملعب ما كانش حد يقدر يتكلم عن مستواه، ولكن في الاستوديو اكيد ممكن التشكيل يكون خادع، لكن محتاج وتنسيه يعني. انما فكره اطمنت هي اللي انا وقفت عندها، وارد جدا تشوف تشكيل الاهلي تختلف معاه، انما تطمن له صعب جدا يا كابتن حسني، لان النادي الاهلي مفيش حد يقدر يطمن لتشكيل ليه، ودي القاعدة الأولى، ما تطمنش لتشكيل النادي الأهلي. القاعدة التانية ما تنساش القاعدة الأولى، نطلع ونشوف كابتن حسني عبد ربه قال إيه. كابتن حسني، تشكيلة الإسماعيلي اللي ظهرت بيتكلم إزاي كابتن طلعت يوسف؟ أنت واضح إنه عندك تخوف إن المباراة يبقى فيها جانب دفاعي أكتر شوية. لا، أنا بعد ما شفت تشكيل الأهلي طمنت. يعني لا، هو يعني ده، هي دي النقطه بقى يا كابتن. بس معلش انا اسف يا حسني، هي دي النقطه المهمه. يعني حسني قاعد في الاستوديو قال بعد ما شفت تشكيل الاهلي اطمنت. بيلعبوا ثلاثه والاهلي بيلعب ثلاثه، هل هنا الاسماعيلي هينتظر النادي الاهلي لحد ما يجي له ولا لا؟ هو دي تعليمات اكيد مليون في الميه كابتن طلعت. كابتن طلعت، انا اتوقع النهارده هيبقى في بدايه المباراه متراجع شويه، مستني النادي الاهلي هيلعب ازاي وبالطريقه ازاي. انما لما انا شفت التشكيل النهارده انا اتفاجئت طبعا من موسيماني اللي هو بيلعب ثلاثه في نص الملعب، انما كده بقى الموضوع بالنسبه للاسماعيلي ممكن يبقى اسهل شويه. ليه يا كابتن؟ النهارده انت بتلعب، لما تبص لتشكيل نادي الاهلي احنا كلنا يعني مش عارفين مين اللي هيلعب فرويد ومين هيلعب على الاطراف، فدي هتساعد المدافعين في الناحيه الدفاعيه لنادي الاسماعيلي، سواء مع عبد الله جمعه وسواء احمد عيد. قفشه من الحته المميزه في الحته دي اللي هو بيلعب صانع العاب، بيجي بوشه بيشوف الملعب، بيعرف يلعب ازاي كويس في الحته دي، بيودي الفراوده، بيعرف يعرفوا يجيبوا جون. النهارده لما لو اتطرف على الاطراف مفيش خطوره في قلب الملعب على النادي الاسماعيلي. للاسف كابتن حسني عبد ربه شاف المباراه سهله على الدفاع، فعوقب الاسماعيلي برباعيه. كابتن حسني عبد ربه يمكن لاعب قدام النادي الاهلي كان مسيرته مختلفه، هو شارك في 17 مباراه قدام النادي الاهلي، فاز في 2 فقط واتعادل في 5 وخسر 10 مباريات، يمكن تفوقه كان على نادي الزمالك، ولكن ده يديك ان دايما دايما النادي الاهلي تعمل له حساب. حتى في الاسماعيليه هو كان من ضمن المشاركين في ابريل 2005 في السداسيه اللي خسرها الاسماعيلي امام النادي الاهلي وفي الاسماعيليه على فكره، فاعتقد صعب جدا حد يطمن لاي تشكيل يخص النادي الاهلي. بص، هو ليه يطمن؟ لان ارى التشكيل زي ما ناس كتيره جدا قريته بشكل مختلف. الغالبيه العظمى من المحللين ويمكن حتى جماهير النادي الاهلي ظنوا انه بيلعب 4-3-3، فاتفاجئ على ارض الملعب ان 3-4-3 والوضع بقى مختلف، والكره فيها هجوميه بشكل كبير جدا، فبالتالي اتفاجئ ان الموضوع مش زي ما كان متخيل، ان حمدي فتحي لاعب في نص الملعب وان هو نازل للتامين الدفاعي امام النادي الاسماعيلي، فبالتالي كانت المفاجاه في احراز الاهداف تباعا لدرجه ان في تم تسجيل 3 اهداف والفريقين 11-11، ولما اطرد اليو ديانج قدر برضو النادي الاهلي يسجل الهدف الرابع، ولكن كان طرد اليو ديانج تبعه خروج نجوم المباراه ونزول نجوم اخرين، فكان للكابتن سيد بازوكا تعقيب مهم جدا ممكن يكون رد على الكابتن حسني عبد ربه. فنسمع تصريح الكابتن سيد بازوكا ونرجع نعقب. انت بقى البدايه سيئه، اول مره تتغلب، اول ما تبدا تغلب 4 ويا ريت 4 وبس، شكل وحش. والاهلي النهارده المدرب بتاعهم ده يشكر انه طلع الناس، لو ساب الناس كانت بقى فضيحه النادي الاسماعيلي النهارده. فضيحه. الحمد لله ربنا كرمك انه هيدخل لك جماهيرك، جماهيرك هي اللي بتوقفك على رجليك، بس البدايه تخوف يا اسلام. البدايه النهارده تخوف، لو اتغلب 4 بس بلعب وشكلي كويس، ده احنا ما رحناش على الجول غير مره واحده. مره واحده في 90 دقيقه، وبعدين بيلعبك ناقص لاعب وبيكسبك. يعني بيلعبك ناقص لاعب وبيجيب فيك جول. بيجيب فيك جول كمان مسخره، تغذي الفرقه كلها. فبدايه تخوف. يعني ده ما تريحش اي حد بيحب نادي الاسماعيلي.
لما بتيجي الشهاده من المنافس على الاداء اللي انت مقدمه بالشكل ده من كابتن بنحترمه وبنقدره جدا الكابتن سيد بازوكا، بالتاكيد واضح جدا حرقته على النادي الاسماعيلي، وبنتمنى للنادي الاسماعيلي في المباراه القادمه التوفيق، لان طبعا النادي الاسماعيلي من الانديه الشعبيه الكبيره، ولكن امام النادي الاهلي، الاهلي دايما بيقدر يلعب على المستوى الفني وبيركز في الملعب، والحديث اللي دار قبل المباراه بشكل كبير جدا اعتقد على ارض الملعب الوضع اختلف تماما، واثبت النادي الاهلي انه قادر يفوز على اي ملعب، لان المستوى الفني والفارق الفني لصالح النادي الاهلي. لكن هي بس ايه نقطه للكابتن سيد بازوكا، النجوم صحيح اللي خرجت كانت ثقيله على النادي الاسماعيلي، ولكن ايضا نزل نجوم كبيره للنادي الاهلي، وده اللي احنا بنتكلم فيه. اسكواد الاهلي مهم جدا، فما فيش تقليل ابدا من وجود الكابتن حسين الشحات، ولاعب اساسي بقاله موسمين مع النادي الاهلي، والعوده احمد عبد القادر اللي قدر يسجل هدف بالفعل، هدف من امتع الاهداف في الجوله الاولى، وكمان الكابتن حسام حسن، واعتقد ان ده واضح جدا ان هم لما نزلوا كان عندهم دوافع زي ما اللي قبلنا قدروا يحققوا اداء ممتع ويسجلوا نتيجه، حتى لو احنا 10 هنحقق اداء ممتع ونسجل هدف، وده اللي حصل. نتمنى ان شاء الله التوفيق للنادي الاهلي ويقدموا لنا نفس الاداء ونفس النتيجه، وان شاء الله نقدر الحاجه اللي لنا عند البنك الاهلي من الموسم الماضي تعادلين ناخدها منهم بكره ان شاء الله باداء ونتيجه. نشوفكم بعد الفاصل والاهلي خطه.